أهالي البصرة ومن أمام مستشفى الطفل للأمراض السرطانية في المحافظة كانوا ساخطين على العملية السياسية التي لم تتمكن من توفير أبسط المستلزمات للمرضى الراقدين داخل المستشفى. من 2003 إلى اليوم ثقوا يا عراقيين وسنتواجه أمام الله سبحانه وتعالى، إلى الله مرجعكم جميعا ثم ينبئكم فيما كنتم فيه تختلفون. سنقف بين يدي الله، وأول سؤال تسأل يا عراقي من الشمال إلى الجنوب، شنو رأيك بالأحزاب والبرلمانيين والكتل والمفوضية ومن شارك بالعملية السياسية من 2003 إلى اليوم؟ الموقف هذا الموقف من هذا الرقم، لا حتى مريض بالسرطان، الحمد لله وشكرا، كلنا احنا الموجودين.